لك يا أخونا اطلع شباب. لك شو قصتك انت؟ مانك شايف الإشارة فتحة؟ في شي بيضحك يا أخ؟ ولا بدك تجنني عند الصباح؟ يا ريت. شو يا ريت؟ يا ريت جن؟ ايه، لأني مشتاق لجنانك. لك شو بك حمزة؟ لسه ما عرفني؟ مين؟ سمير خزبتشي؟ يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي. لك أهلين حمزة. لك معقولة ما عرفني يا رجل؟ إيه لا تأخذني من شان الله، صرنا زمان ما شفنا بعضنا. والله معك حق. إيه مو شايفين عم سلم على رفيقي سمير؟ طيب ماشي الحال. الحقني خلينا نعم شي كافتيريا. يلا يلا. معقولة أبو سمرة السكرة قدامي؟ والله بعد زمان. مشتاق لك كثير أنا. تسلم لقلبي وأنا بالأكثر، يسلم وديات. بس طمني شو أخبارك؟ قديش صار عندك أولاد؟ ما عندي أولاد. شو الحكي ليش بقى؟ لأني ما تجوزت. قسما بالله إنك فهمان. بس قلي شلون هيك زبطت معك وضليت بلا جواز؟ هلا اتركني من هالسيرة وانت قلي شو صار عندك اولاد. انا تجوزت سنتين ورجعت طلقت، يعني ما لحقت اجيب اولاد. شو هالحكي؟ مو خبري والله. هذا اللي صار يا حمزة. عفوا سمير، بس ليش طلقت؟ يعني شو السبب؟ لك اخ يا حمزة شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. هذا يا سيدي الله سبحانه وتعالى وقعني بين ايدين وحدة كرهتني جنس الحريم كله. اوف، لهالدرجة؟ واكتر. الله وكيلك ما عنده هم بهالدنيا غير شو بدها تلبس، شو بدها تشتري، وين بدها تسهر، كيف بدها تتبروز قدام رفقاتها. يعني وحدة فاضية وسخيفة، وكلمة بتاخدها وكلمة بتجيبها، وفوق هالشي نقاقة من الدرجة الاولى كمان. يعني مثلا اذا اخدتها على احسن مطعم بالبلد تطلع هيك من رؤوس مناخيرها مثل القرفانة وبتقلك شو هالمطعم هاد؟ كتير معجوق، ديكور مشرشح، ستايلو شعبي. وإذا جبت لها أكل جاهز من أحسن محل بالبلد كمان ما بيعجبها، بتشم الأكل من رؤوس مناخيرها وبتقلك يعني ما لقيت أحسن من هالمحل حتى تجيب منه أكل. طيب يا أخي بركي كانت هيك ربيانة ببيت أهلها. لا أبداً، ما في شي منها، أهلها درويش كتير وعلى باب الله. بس لما صارت عندي بالبيت عملت حالة ليدي برنسيسة، ويا أرض اشتدي ما في حدا قدي. ليكون أنت دللت ببداية زواجكم زيادة عن اللزوم، ها؟ لأنه في نسوان يا أبو سمرة ما بيلبق لهم الدلال ولا النعمة، ما بتلاقيهم إلا تنمردوا على غفلة وبلشوا يرفسوا. ما بقلك لا، بس أنا ما لحقت دللها يعني، ونحن بشهر العسل بدينا نقار وطول نهار على اللي لقلك اللي لقلك وجدل ومناقشة بلا طعمة. طيب وعلى شو كنتوا تتناقروا؟ ولك على كل شيء، يعني إذا قلت لها صباح الخير بتقلي هذا باب مناقرة. الله وكيلك كنت عايش معها ببيت واحد وكأني بمعتقل. لك إذا عزمت رفقاتي على البيت بتنقرق، إذا تأخرت شوي بالرجعة من الشغل بتبوزم، وإذا طلبت شي غرض وتأخرت شوي على بين ما لبي ليا بتنطمز وبتبرم بوزة وبتحط العقدة بوشة شبر، وإذا قلبت التلفزيون على شي محطة ما بتعجبها بتولول وبتهجم على التلفزيون مثل الشيبة وبتطفي. ومن ناحية تانية إذا إجوا أهلي ليزوروني بتقلب خلقتها وما بتفوت بتسلم عليهم. قومي سلمي على أهلي عيب، مريضة مالي حيل نعسانة. اما اذا اجوا اهلي يزورونا ما ادري شو بصير لك، بتميع بتنفرط بتتنشط وبيركبها 100 جني، ما بتعود بتتهدى وعلى ضحك مثل مجانين ومسخره وقله هيبه. قول ماشي الحال عم تنبسط مع اهلها، بس بالمقابل المخلوق ام سود علي عيشتي. يعني اذا طلبت منها كاسه مي بتقلي ليش حضرتك مكرسح؟ حبيبي مكرسح انت قوم اشرب لحالك. وإذا مزحت معها شي مزحة بتزورني من فوق لتحت. وإذا بدها تشتغل بالبيت بتضل يومين حتى تمسح الغبرة. وإذا بدها تاخد شي قرار بتاخد القرار الغلط بالوقت الغلط، وتعا يا سمير رائع الأضرار الناتجة عن هالقرار الخنفشاري. يا ساتر يا رب، معقول يصير فيك هيك بهالعشرين سنة اللي تركتك فيه؟ ولك شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. لا وفوق كل هالشي يا حمزة عفشة بالبيت، عفشة كتير وقليلة مروة وشخصيتها ضعيفة قدام أهلها. يا سيدي سبحان من خلصك منا على أهون سبب.
العمى على هالعلقة المكربية. بس ولك أبو سمرة أنا بعرفك حربوق وبتحسبها منيح، شلون انعمى على قلبك وفتت هالفوتة؟ شو بيعرفني؟ ما بيقولوا لك القدر بيعمل بصار؟ اي والله مزبوط. على كل حال مشان الله تركنا هلا من سيرتها، لانه كل ما بجيب هالسيره على لساني بنمقت وبينهز بدني وبيتعكر مزاجي. ولهالسبب خلينا نقلب الاسطوانه. الله يرضى عليك، قلي لشوف، ليش انت ضليت لهلا بلا جواز؟ يعني معقول تضل 20 سنه بلا جواز؟ معقول ونص، لاني ضيعت من ايدي فرصه لحد هلا عم عض اصابعي ندم عليها. فرصة شو؟ فرصة عمري، فرصة عمري طارت من ايدي وانا واقف عم بتفرج عليها. كيف يعني؟ انت بتعرف يا سمير قديش انا عاطفي وعلاقاتي مثالية مع الجنس اللطيف. صحيح انت رومانسي كتير وهالشي كل رفقاتك بيعرفوا عنك. هذا يا سيدي من وقت ما كنت طالب بكلية الحقوق اجتمعت مع بنت، اما شو بنت بتاخد ضبنات العقل. يعني كل شيء كنت راسمه بخيالي عن فتاة أحلامي لقيته فيها. جمال خارق، قوام ممشوق، حضور ساحر، إطلالة جذابة، حديث هادئ ومتزن، تفكير موضوعي، وفوق كل هاد مرباية ببيت أهلها ومدللة لحتى شبعان دلال. هيك ها؟ هي اسمها بنت، مو مثل طليقتي. المهم ضليت وراها وحاطت دابي ودابها لحتى تعرفت عليها وفتحت باب للحوار معها. ايه وبعد الحوار شو صار؟ اتطورت علاقتنا بسرعة عجيبة وتحولت لقصة حب مثل قصص الأفلام الهندية تماما. وبصراحة أكثر صرت حس انه أنا خلقت إلها وهي خلقت إلي، وصرت شوف كل الدنيا من عيونها، وإذا غابت عني يوم واحد حس انه الدنيا سودت بعيوني. شو هذا حمزة؟ فعلا شهيتني الحب؟ بس وينها؟ هذا الحب يلي عم تحكي عنه انقرض من زمان كتير، ما عاد في هيك عواطف ملتهبة هلا. معك حق تقول هيك، لأنك أنت ما مريت بالحالة اللي مريت فيها أنا. طيب بعدين شو صار؟ تعهدنا على الزواج وبدأنا نخطط لمستقبلنا ونحلم بعش الزوجية الهادئ الجميل. وبعدين جوزتوا؟ للأسف لا. لا؟ ليش بقى؟ لأنه أهلها رفضوا. وشو سبب الرفض؟ السبب أني كنت بهديك الأيام مثل ما بتعرف طالب منتوف وعايف التكنة، وبصراحة أكثر ما عبيت عين أهلها، وعلى حد قولهم مستقبل البنت معي مجهول ومو مضمون. وهي شو كان موقفها؟ مسكينة راح تجن ووقفت ضد أهلها وحاولت كتير لحتى تقنعون، عبس ما كانوا يقتنعون. ايه وبعدين؟ بعدين عرضت علي انه اتزوجها بدون موافقة اهلها. شو معناها البنت كانت طابسة فيك؟ تمام تمام، بس انا رفضت انه اتجوزها بدون موافقة اهلها، ومن يوم تنسحبت من حياتها بهدوء وانا قلبي مكسور. ايه وهي؟ انقطعت اخبارها عني وما عاد شفتها، وبعدين دريت انه اتجوزت بعد سنة. وخلال هالسنة ما صار اتصال بيناتكم؟ نهائيا. فعلا قصة مؤثرة كتير. طيب حمزة ليش انت ما عاد تتجوزت؟ ما قدرت يا سمير، ما قدرت. كيف يعني ما قدرت؟ بصراحة يا ابو سمرة حسيت انه ما في وحدة بالدنيا ممكن تحل بقلبي محل وفاء. ليش اسمها وفاء؟ ايه ليش استغربت؟ لا لانه مطلقتي كمان اسمها وفاء، بس شتان ما بين السرى والسورية. وفائي وين ووفائك وين؟ شوف يا ابو سمرة وفائي ما احلاها. يا حبيبة قلبي هاي الفرصة يلي ضاعت من ايدي وضليت ندمان عليها كل عمري. شوف هلا هاي فرصة عمرك يلي ضيعت عمرك كله وانت عايش على الذكرى والاوهام؟ ايه لهالشبه ما بها شي، بس وفاء هي نفسها طليقتي.